مايكل رايت حول شركة سبينس من مؤسسة تجارية إلى مؤسسة ترهب النقابيين فيها. هكذا بهذا الوضوح تحدث شربل نحاس أمام القاضي روكوز رزق رئيس محكمة المطبوعات، معلنا أن مشكلته مع رايت مدير سبينس ليست مشكلة شخصية. صباحا كان موعد وزير العمل السابق مع الجلسة الأولى في الدعوة التي رفعها مايكل رايت ضده بتهمة نشر أخبار كاذبة والقدح والذم. وكما كان مقررا، عشرات الناشطين المتضامنين مع نحاس ومع عمال سبينس حضروا الجلسة المفتوحة. كل واحد لازم يكون معني بالدفاع عن الحريات، بالدفاع عن حق التنظيم النقابي، بالدفاع عن حرمة الناس وكرامتها. مش طبيعي نخلي المجتمع يتحول إلى ناس أذلال يرغموا على التنازل عن حق المطالبة بما تنص له عليهم القوانين. فند نحاس حقيقة المشكلة بينه وبين الشركة، تحدث مطولا عن حقوق العمال وعن إدارة سبينس التي تنتهك هذه الحقوق بشكل فاضح. وفي وقت انتظر الجميع مداخلة محامي الادعاء بعد انتهاء نحاس، كانت المفاجأة. الادعاء يطلب الاستمهال، وهو ما حصل بالفعل. فحدد القاضي موعد الجلسة المقبلة في 26 من الشهر المقبل، ليغادر بعدها محامي الادعاء على عجلة ومن دون أي تصريح. ما عم يسمحوا لنا نمارس عملنا النقابي، وصرفونا وهددوا الناس اللي جوا، ما سمحوا لهم ينتسبوا للنقابة. في وقت كان شربل نحاس يتحدث عن خلفيات هذه القضية وعن الصرف التعسفي الذي تعرض له عدد من الموظفين، كان مستشارو القاضي ينظرون إلى ساعاتهم في انتظار انتهاء الجلسة، ومعالم الذهول تبدو على وجه الجهة المدعية. فعكس كل التوقعات، شربل نحاس حضر الجلسة ودافع عن موقفه حتى النهاية.